النور. في مجال عتحديتك ولا ناطر حدا؟ ناطر حدا؟ عود خي عود. اسم الكريم؟ بيقولوا طوني. أهلين بيقولوا طوني. محسوبك أحمد. أهلين خي أحمد. أهلا فيك. غريبي، أنا بحياتي ما أنا قايل لحدا خيي. لنقوم نطلع أخوي ما معنا خبر. هلأ من كل عقلك عم تقرأ جريدة؟ بتضيع وقتك وبتقرأ جريدة؟ لك من المد دنيا ما بيكتبوه، بدك تمرق من تحت الطاولة لتقرأ. ما اختلفنا خيي، معك حق، ما هو البلد كله ماشي هيك، بس إلا ما يضل يلتقى حدا شريف، ومثل ما قال المثل، انخلت خربت. شو خليت وشو خربت؟ إن شاء الله نبعت فيه حدا منيح بالأيام. إذا مفكر هيك حبيبي هروح. ليش؟ شو صاير معك؟ حدا عمل معك شي ضرب؟ لك آخ آخ، إذا ولادي ما إلي منهم خير، بتقلي العتب على الغريب. خير إن شاء الله. كتعبت وش إيه؟ قضيت كل عمري أجمع لهم مصاري، وكله عشان ولادي ينبسطوا. اخر شي صاروا بدهم يورثوني انا وطيب، ومشان شو؟ منشان نسوانهم. لا لا لا، وانت ولادك شو عاملين معك؟ ما بدهمش يلفوك شي بمأوى؟ ما بدهمتوك شي بمطرح؟ انا ما عندي ولاد اصلا، انا مش مجوز. اوف، لكن شو بتجي بتعمل ها؟ ما انا هاشر من ولادي، انت شو جايبك؟ لك آخ، أنا وحيد ما إلي حدا بهالدنيا، وبيجي لهون على هالحديقة قلت بركي إذا مت بيلاقوني هون حدا يدفني حدا ياخدني يشيلي، ما إلي حدا. الهيئة حالتك أضرب من حالتي. بتذكر إني كنت راجع من المدرسة ومبسوط لأني طالع الأول، وصلت لحد البيت سمعت صوت أمي عم تصرخ. كانت أول مرة بسمع صوتها هاي من وقت ما توفى بيي. قالوا لي إنها عم تولد. وقفت على جنب وصرت أدعي لها. بس وقف الصريخ سمعت صوت ولد صغير. فتت دغري، كانوا الناس زعلانين. يا كيف لردي علي دخيلي؟ لا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ماما سلمت قلبك يا ماما. فتت لعند أمي لقيتها نايمة ومغطاي بالأبيض، وفي حدا ولد صغير. الله معك يا ماما، والملائكة تحفظك يا ماما، يا حبيبي يا ماما. ماما يا ماما، ليش مش عم تردي علي يا ماما؟ ماما بدي خبرك أنه أنا اليوم طلعت الأول بالمدرسة. ماما ليش مش عم تردي علي يا ماما؟ ذاك اليوم كان أصعب يوم بحياتي، صرت فيه كل عائلتي، صرت مسؤول عن ولد صغير. تركت المدرسة واشتغلت بورشة حديدي، صرت أنا أهتم بخيي، وأنا كان بدي مين يهتم فيه. بعيش على هالحالة فترة، وبيوم برجع من الشغل وبفوت على البيت بس ما بلاقي خيي.
فتشت عنه وسألت الجيران ما حدا شافه. عرفت انه في حدا بلا ضمير خطف لي خيي. شو رجعت عملت بعد ما خطف خيك؟ رجعت على الشغل وقررت عيش كل حياتي وحيد، بس بقيت عم فتش على خيي وبقيت عايش على امل، وللاسف ما قدرت لاقيه. صح انت عشت وحيد، بس انت ما خسرت مثلي انا. انا خسرت كل شيء، خسرت عائلتي وولادي ومصرياتي. لا تفهمني غلط، انا اللي معي مصاري وعندي عائله قاعد انا وياك على نفس البنك. ايه يمكن معك حق، بس انا في شغله بس اعطيتني امل بحياتي معي اياها. شو هي الشغله؟ شايف هالسنسال؟ هيدا امي وقت اللي ماتت تركت لي اياه ذكرى. هيدا الجزء معي والجزء الثاني مع خيي الصغير. شو هو الجزء الثاني؟ الجزء الثاني هو قلب ذهب مكتوب عليه اول حرف من اسم امي كامله. صح أنا عشت كل حياتي بدون ما أعرف معنى الأخوة، بس هالنهار كان كافي حتى أعرف شو يعني خيي. كنت عطول أتمنى يكون عندي حدا إشكيله همي، والحمد لله لقيتك، وإنت خليتني أعرف من هو الشخص المناسب اللي بيستاهل أكتب له كل أملاكي باسمه. إنت بسببي ما عرفت معنى الحياة. بتمنى أنك تقبل الهدية وتسامحني يا خيي. خيك طول.